هاي مدرسة كاتب. هاي مدرسة ضيار. يا حي هذا حي المالي هذا حي المالية. مثل ما تشاهدون احنا حاليا حي المالية قرب مرقد النبي يونس عليه السلام. هلا ومرحبا. ايه اشون ماكو مليانة جيش. هاي جثث الدواعش. هاي مثل ما تشاهدون حاليا. لا يلا الحمد لله على السلامة. علاوي با عسل علاوي منك ها يا قطعتنا بعد أن أحكمت السيطرة على نهر الخوصر قامت بعمليات تفتيش وتطهير لحي المالية وحي الضباط وأيضا حي النصر والفيصلية والمجمع الحكومي. اليوم قطعتنا بعد أن أكملت عمليات التفتيش والتطهير ستباشر باتجاه الأحياء الغير محررة والمطوقة من قبل قطعتنا ولما تبقى ضمن قاطع مسؤوليتنا. قطعتنا معنوياتها عالية. اليوم سيطرنا على مقرات كثيرة لعناصر داعش وقيادات داعش في حي المالية كان لهم تواجد كبير، ولكن مع الأسف سيطرنا على المقرات وسيطرنا على المستمسكات اللي موجودة واللي تابعة لهم وعلى كثير من المعدات والآليات، ولكن قياداتهم قد ولت ولاذت بالفرار. من ضمن المقرات كان مقر وزير المالية لعناصر داعش كان مقره في حي المالية، وأيضا القاضي أو ما يسمى بالمفتي لولاية نينوى أيضا كان مقره في حي المالية. احنا حاليا بمحاذاة قبر النبي يونس عليه السلام والعمليات ستستأنف وسننتصر قريبا ونطهر الساحل الأيسر بالكامل.